إذن اليوم من جملة الملفات أو القضايا اللي تداول فيها المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الأحرار هنا بمدينة أكادير هو المصادقة والتبني ديال العرض ديالو السياسي والرؤية ديالو للنموذج التنموي لمشروع النموذج التنموي لجميع الفعاليات في البلاد اليوم مدعوة للمساهمة في الإغناء ديالو. حزب التجمع الوطني الأحرار وقف على ثلاث قضايا كبرى او ثلاث تحديات كبرى في العرض ديالو اللي على راسها القضيه والمعضله ديال البطاله والقضيه ديال التشغيل اساسا، ثم التحدي ديال التعليم وديال الصحه. كيبرهن الحزب من خلال هذه الرؤيه انه منشغل بهذه القضايا الاساسيه بهذه التحديات الكبرى اللي كتشغل في الحقيقه مجموع الشعب المغربي بكافة مكوناته، واللي يمكنو حنا في أكادير في العاصمة ديال وحدة من الجهات، جهة سوس مسا، وحدة من الجهات الأكثر هشاشة على الصعيدين خاصة على الصعيد الاجتماعي، ما يمكن لنا إلا نستبشروا خيرا بهذه الرؤية، خاصة وأن المغرب العميق، المغرب الخلفي، المغرب القروي هو المجال الأكثر عرضة والأكثر حساسية تجاه هذه القضايا وهذه التحديات ديال التشغيل وديال التعليم وديال الصحة. اليوم هذه الرؤية ديال الحزب تجاه هذه القضايا بثلاثة كنتظروا منها وغادي نسعوا من خلالها أننا نجحوا في الإسقاط وفي التنزيل السليم على العالم القروي، ولا أدل على ذلك ولا أدل النية هذه هو أن الحزب اختار العاصمة ديال سوس مسا لإعلان هذه الرؤية هذه وما مشاش لحدا الأقطاب الكبرى الدار البيضاء ولا الرباط. العالم القروي عندنا في الجهة وفي المغرب كامل يعاني بمرارة من هذه الإشكالات. في التعليم العالم القروي هو الأكثر هشاشة في الهدر المدرسي، في جودة التعليم، كذلك في الصحة، العرض الصحي والعرض الاجتماعي بصفة عامة أول من يعاني منه هو العالم القروي، وكذلك البطالة مع الظاهرة ديال الهجرة، مع الظواهر الطبيعية ديال التغيرات المناخية وديال الجفاف. العالم القروي إذن من شأنه أنه يستافد أو لا يكون معني على الأقل بهذه القضايا الكبرى ولا بهذه التحديات الكبرى اللي اليوم كيعلن حزب التجمع الوطني الأحرار من خلال ما صدق عليه المجلس الوطني ومن خلال ما سيعرض غدا في اللقاء التواصلي بالهواء الطلق في الشأن هذا. شكرا.